محمد. مبادرة برلمانية بموريتانيا لتقديم مقترح تعديل دستوري على الجمعية الوطنية يسمح من خلالها بفتح المأموريات قبيل الاستحقاقات المقبلة. عدد من البرلمانيين يتحركون لتمرير مبادرتهم ويعتبرونها تجسيدا لإرادة الشعب الموريتاني. موقف هناك نواب من الأغلبية، خصوصا من حزب الاتحاد من الجمهورية وأحزاب الأغلبية، موقفنا من هذا الحراك بأنه أولا حراك مفاجئ ولم يأخذ الطرق المعهودة، بأن نحن منتمين لأحزاب وهذه الأحزاب هي الجهات السياسية اللي من خلالها نمارس العمل السياسي الوطني. الملاحظة الثانية عليه هي أنه من أجل فتح المأموريات، نحن موقفنا من المأموريات وموقف رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز اللي نحن داعمين له، داعمين له موقفه باحترام الدستور. 17 نائبا من الأغلبية وقعوا وثيقة ترفض مبادرة تعديل الدستور التي أطلقها زملاؤهم تمسكا منهم بالتصريحات التي أدى بها الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز منذ فترة وفق تعبيرهم. هذا الحراك احنا نعتبره أول شيء حراك شرف، لأنه يرمي إلى تجسيد إرادة الشعب الموريتاني. الشعب الموريتاني كما هو واضح وكما هو ظاهر في جميع التظاهرات اللي عمت أرجاء الوطن يطلب التمسك بهذا النظام والتمسك بنهج هذا النظام، وإحنا كنواب نعبر عن إرادة الشعب الموريتاني ونحرص على المصلحة العليا للوطن. ارتئينا مجتمعين بغالبية أغمى علينا نغير الدستور بشكل واضح وصريح بحيث يتيح الفرصة للترشح لفخامة رئيس الجمهورية راعي النظام إذا هو أراد ذلك. أما النواب المحسوبون على المعارضة فقد اعتبروا مشروع التعديل الدستوري المقترح بداية لخرق سافر لما أسموه المكتسبات الديمقراطية وتجاوزا سافرا على إرادة الشعب. أظن أن المعارضة وليست معارضة فقط، حتى المستقلين وبعض الموالين إذا تمادى مثال هؤلاء على احتقار الدستور وإرادة الشعب أنهم لن يتجاوزوا إلى مرحلة أخرى، لأنه سيكون هنالك أكثر من ثلث يعطل كل مساعيهم. هذا وتأتي مبادرة مقترح التعديل الدستوري من طرف أكثر من 60 نائبا من الأغلبية في خضم الصراع السياسي الدائر بين القوى السياسية داخل البرلمان، خصوصا ما يرتبط بالاستحقاقات الرئاسية القادمة، وبعد أشهر قليلة من استحقاقات انتخابية شاركت فيها كل الأطياف السياسية بالبلاد. الشيخ بدر النجاشي، ساحل تيفي، نواكشوط.